Faire revenir les touristes, c'est donc aussi une question d'image et de communication. Peut-être est-ce pour cela que la police tunisienne a accepté la présence exceptionnelle de notre caméra lors d'un exercice d'entraînement. À La Marsa, une banlieue chic de Tunis, le commissaire Bouchi, chef de la brigade touristique, a réuni ses troupes devant le commissariat. Son unité existe depuis 15 ans. Elle a intensifié ses contrôles depuis l'attaque du Bardo. Elle organise ce jour-là une simulation pour vérifier le niveau de sécurité d'un hôtel très fréquenté par les étrangers. إذن بعد عملية باردو الشيف تاع البريغاد توريستيك من نزل إلى نزل يختبر في السلامة الأمنية تاع النزل في مستوى الأمان، هل من السهل أن هل من الممكن أن يتسلل الشخص إلى نزل أم لا؟ ولكن تبعوا مليح كيف شنية الطريقة اللي يعتمدها باش يختبر مستوى الأمان داخل النزل. Toi, tu vas t'infiltrer pour voir si la surveillance de l'entrée par la plage est suffisante. إذن باش يرسل أشخاص وباش يحاولوا يتسلوا إلى النزل، السيد لولاني هذا باش يدخل من جهة الشاطئ باش يشوف الشيف دو لابريغاد توريستيك باش يشوف مستوى الأمان من جهة الشاطئ، لاحظوا مليح يشبه للرزقي من حيث الطول والجسم. لكن تبعوا مليح السيد الثاني اللي باش يحاول يتسلل شنو باش يعطيه الشيف دو لابريغاد. Ton rôle à toi, c'est de tester l'entrée principale. Tu vas essayer de passer et de prendre l'ascenseur en faisant rentrer une arme. Une arme? Oui, avec une arme. أيا سيدي توا الرؤية بدأت تتضح لمن له رؤية. قدامكم قوة أمنية سترسل شخصا مسلحا إلى نزل. علاش؟ لاختبار مستوى الأمان في هذا النزل. فكرة معقولة. لاختبار السلامة الأمنية لهذا النزل، وهذا هو الفخ الذي وقع فيه الرزقي سيف الدين الرزقي. قام تجارب سابقة مع الجماعة هذوما ونجحت العملية، أخذ مقابل المالي متاعو، ولكن في حادثة سوسة غدروه معناتها أرسلوه إلى الموت. هو صدق الحكاية لأنها مرت عليه قبل، قام بالتجارب ربما في جربة ربما في نزل أخرى، ولكن في هذه المرة دخل قناص آخرون قتلوا السياح ثم قتل الرزقي وقيد على الإرهاب وتتسكر مساجد بفضل المسرحية هذه ويعزى الأئمة بفضل المسرحية هذه اللي قالتها قيادات أمنية. فهمت يا رزقي تو انت باش تمشي للوتيل ومش نشوفوهم فقط نحبوا نختبروهم يفيقوا بيك مسلح وإلا لا. Leur objectif, vérifier que les agents de sécurité de l'hôtel sont capables d'intercepter un intrus qui tente de s'introduire dans leur établissement. Vas-y. أكل فازي هذيك هي اللي خلات سيف الدين الرزقي يتمشى قدامكم توا على الشط مرتاح البال آمنا مطمئنا، مش حكاية مخدر وإنما على خاطر في باله كالعادة باش يدخل باش يشوف الحراس النزل قاعدين يقوموا بالمهمة متاعهم وإلا لا. Le danger peut venir de partout. Sur la plage, c'est ce jeune homme qui se prête à l'exercice. Il est rapidement repéré et neutralisé. Puis, conformément à la procédure, les agents contactent la police. Une fois prévenu, le commissaire et ses hommes interviennent pour évacuer le faux suspect. وهذا هو اللي مستانس به سيف الدين الرزقي، مستانس انه مش يحاول التسلل، يجيو حراس النزل يشدوه يتصلوا بالشرطة، تجي الشرطة تمنعوا تمدلوا 100 ولا 200 ولا 300 دينار تقول له يعطيك الصحة برافو، هذا اللي مستانس به سيف الدين الرزقي. L'intrus aurait été repéré dans cette salle, le PC sécurité de l'hôtel, grâce à des caméras à détecteur de mouvement. أيوة إذا ثم دي كاميرا أديتكتور دو موفمون ترصد الحركة. هي إيه مدام زهرة إدريس صاحبة نزل الإمبريال مرحبا، وينهم لي كاميرا أديتكتور دو موفمون متاعك؟ ما خدموش نهارتها ولا عتيد التسجيلات للقيادات الأمنية اللي هي خطط المسرحية هذه؟ L'employé qui souhaite rester anonyme nous affirme que c'est elle qui a donné l'alerte. Je l'ai trouvé bizarre. Alors tout de suite, j'ai donné l'alerte aux agents de sécurité par téléphone. On m'a toujours dit, au moindre doute, tu préviens, tout de suite. أيوة إذا أو مواندر دوت لازم يعلموا أعوان الحراسة بفضل الكاميرا ديتكسيون دو موفمون. يا مدام زهرة أخي شبيه الوتيل متاعك ما في بالوش بها هل أو مواندر دوت
والا انتم في سوسه انه شخص يحوس على الكلاشينكوف على الشط، بالنسبه لكم سانو ريبريزونت وكان دوت ولا سانو في وكان دوت؟ Par téléphone. On m'a toujours dit, au moindre doute, tu préviens, tout de suite. إذا سيف الدين الرزقي متعود على السيناريو هذا، يمشي مع قيادات أمنية إلى النزل، يحاول التسلل، يأتي حراس النزل يلقون عليه القبض، يتصلون بالشرطة، تأتي الشرطة، تأخذ معها سيف الدين الرزقي وتعطيه المقابل المالي متاعه مقابل المجهود هذايا. لكن في جريمة سوسة لم تسر الأمور كالعادة. في جريمة سوسة كان خطط أن يقتل هو وسياح آخرون. إذا سيف الدين الرزقي لم يقتل أي سائح، الذي قتل السياح هم أمنيون جاءوا خصيصا لقتل السياح ثم قتل سيف الدين الرزقي. قناعتي أن هؤلاء القتلة هم أنفسهم من قتل السياح في باردو، وهم أنفسهم من قتل سقراط الشيرني وزملائه، سقراط الذي تمكن من الوصول إلى حاسوب أحمد الرويسي وهاتف أحمد الرويسي، وهم أنفسهم من ارتكب جريمة قتل الأمنيين في سيدي علي بن عون وغيرها من جرائم قتل الأمنيين. وحسبنا الله ونعم الوكيل. سي سامي الورداني، سامي الورداني مرحبا بك، أنت كنت موجود في الريسبسيون وقت اللي صار الهجوم، شنو اللي ريت بالضبط؟ قبل ما تسمعوا شنو مش يقول سامي الورداني، نحب نقول لكم انه ما ثم حتى اذاعه عاودت عيطت له والا فضائيه عاودت عيطت له، لانه الشهاده نتاعو تدين القيادات الامنيه وتؤكد وجود قتل اخرين. هذا علاش ما ينادالو حتى حد، اش معناتها وجود قتل اخرين؟ يعني هم الان ثم قتل طلقاء احرار، كيفاش تمكنوا من الفرار ومن الاختفاء دون التنسيق مع قيادات امنيه؟ لانه الشهاده نتاع سامي الورداني تدين القيادات الامنيه وتدين وزاره الداخليه وتدين زهرة إدريس صاحبة النزل، اللي ما تبعتش الشهادة هذه وما تبعتش شهادة سياح آخرين، وما جبدت الناشي التسجيلات متاع كاميرات المراقبة. معقولة نزل 5 نجوم ما ثماش كاميرا مراقبة في قاعة الاستقبال في الريسبسيون؟ معقولة هذه؟ من موقعي في وسط الريسبسيون رينا ريتو هو في وسط البيسين يمشي ويلا في الكارتوش ديجا، ومن بعد كي بشوي بشوي يمشي ويقدم حتى اللي ندخل للريسبسيون، ومن بعد من دخل الريسبسيون ضرب كارتوش كسر برشا بالار غاديك وكل، ومن بعد كي عاود خرج ومن بعد كان يضرب في الكارتوش، كان يضرب عشوائيا عشوائي. ولا كان يستهدف اشخاص معينين؟ عشوائي كان يضرب في كارتوش عشوائي، معناها ما يغزرش يضرب ديريكت هكاك مسيب رفال ويضرب. نفس الشخص اللي شفتوه مقتول من بعد في التصاور؟ لا لا لا. شو اللي اني شفت زوز من الناس، اللي شفته الاولاني مش نفس اللي شفته من بعد. كانوا زوز معناتها؟ كانوا زوز. زوز كانوا زوز اللي شفناه مقتول وواحد واحد. شو الفرق بيناتهم؟ كيفاش عرفت؟ فما واحد هو اللي دخل الريسبسيون خاطر قدامي من الاول، دخل الريسبسيون دونك مش المقتول اللي شفته، مش المقتول اللي دخل الريسبسيون من الاول، دخل الريسبسيون بعد كي طلع للاداره نتاع النزل نورمالمون، وطويل شويه لابس كاجول. لابس كاجول؟ لابس كاجول ولابس سروال اكحل. مش هذا شيء راه ما قالوه لكش؟ لا لا، شفته انت بعينيك بعيني. دخل حتى للريسبسيون وانت كنت موجود غادي في اطار انك تخدم في خدمه في الوتين اللي صار فيه الحرب. دونك كانوا زوز من الناس، واحد منهم الثاني على الشط. اي فوالا، علاش تاكد انه فما واحد ثاني؟ خاطر من بعد وقت اللي دخلنا البيوت وسكرنا على رواحنا البيوت كل، كي خرجنا للبركون وقاعدين نغزروا للبحر، شفت البحر نلقى واحد يجري شعره طويل ولابس شورت. هذا اللي شفناه مقتول. هذا اللي شفناه في التصاور توا مقتول. هذاك هو سيف الدين الرزقي على الشط، ماشي في باله باش يختبر الحراسه الامنيه، لكن علاش يجري المره هذه؟ على خاطر ما خاطر ثم صوت كرتوش، صوت كرتوش فهمتني، صوت قوي برشا. لذلك حس ان الامور ماهيش كالعاده، ماهوش هذا اللي تفهمنا عليه. هو عشط، هو عشط، هاي ظهر لي سلاح فارغ. أنا طايش سلاح فارغ، شدو هو يا حسين. هاي انت انا توا باش نحط روحي في بلاصه سيف الدين الرزقي باش نفهمكم شنو الحكايه بالضبط. اخي شبيل تو ما جاوني عساس لوتيل، اخي
ومش تنسين يجيوا يشدوني وبعد يجي سلبوشي والاعوان الاخرين يشدوني. اش بيهم ما جاونيش يا اخي لتو؟ وشنو الكرتوش نسمع فيه بكري هذاك؟ زعم الحكايه ولا بجديه ولا شنو؟ اذا نفس الخدعه قاعده تتكرر. ذئاب الداخليه تنفذ الجريمه ثم تنسب الجريمة الأبرياء كما الرزقي والقذقاذي والزوز متاع باردو، ثم يقع استثمار الجريمة فتغلق مساجد كثيرة ويعزل أئمة، يعزل بشير بن حسن، وتمنع المظاهرات مهما كان السبب، وتمنع الاحتجاجات، وتغلق فضائيات، وتغلق جمعيات خيرية، وتكمم الأفواه، ويعود الشعب إلى مربع الخوف. ترهيت نعملوا طلة على حقيقة سيف الدين الرزقي. O que toca no mundo, DJ? قال تعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. صدق الله العظيم. به عندي جزء ملاحظات مهمة جدا. الملاحظة الأولى أنك تقتل نفس ثم تتهم إرهابي أو إسلامي أو متطرف، هذه أول من بدأ بها هي أمريكا في 11 سبتمبر. أمريكا هي من فجر أبراجها ثم اتهمت بن لادن والظواهر اللي هم كانوا تحت يديها قبل تفجيرات 11 سبتمبر. بعد هذه الضربات هاجمت أفغانستان واحتلتها ثم هاجمت العراق وهيمنت على العالم الإسلامي. الملاحظة الثانية مهمة جدا، لجنة التحقيق البريطانية ما هيش هوني باش تعرف شكون قتل أولادها وإلا التفاصيل، هي هوني باش تفبرك وتختلق أدلة أو روابط ما بين سيف الدين الرزقي وفجر ليبيا لتبرير الهجوم على فجر ليبيا. نحن تو على مشارف حرب على ليبيا، حرب تبنات على كذبة، على خدعة، على مؤامرة. نداء تونس والسبسي ومحسن مرزوق باش يدخلوا التوانسة ولا باش يزجوا بهم في حرب ضد خواتهم الليبيين، والحرب هذه تقررت يا توانسة فك الرحلة المشؤومة متاع السبسي ومرزوق إلى أمريكا وفك الاتفاق العسكري الغامض الذي وقعه محسن مرزوق. وما تنساوش حاجة مهمة، وقت اللي ستعلن الحرب وقد تكون قريبة يعني إعلانها، الشعب التونسي لن يقبل ذلك، سيخرج في مظاهرات، وهذه أهم حاجة لحالة الطوارئ هي أو أهم هدف هو إجهاض تلك المظاهرات وقمعها التي ستخرج معناتها رفضا للحرب على الإخوة في ليبيا.